كشفت المستشفيات الحكومية عن ارتفاع مضطرد في إجراء العمليات الجراحية في مجمع السلمانيات الطبي بلغت 45% مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك ضمن الآليات التنفيذية لخطة تقليص قوائم الانتظار. وأوضح دكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن قسم العمليات بمجمع السلمانية الطبي أنجز 2144 عملية جراحية خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة ب 1470 عملية جراحية خلال شهر أغسطس من عام 2021، مشيرا إلى أن العمليات شملت 14 تخصصا طبيا في مجمع السلمانية الطبي.